بسم الله الرحمن الرحيم. معانا محاضرة 4، كيفية توصيل المقاومات وحساب المقاومة المكافئة. السؤال 71 بيقول لك: قام أحد الطلبة بتوصيل دائرة كما بالرسم، تحتوي على عموديين كهربيين. ما تقول مصدرين الخبر. عموديين كهربيين وثلاثة مصابيح، فإن الشكل الذي يعبر عن هذه الدائرة هو، طبعا العمود الكهربي اللي هو البطارية أو المصدر الكهربي. عندك سالب موجب سالب موجب، وبالتالي سالب موجب سالب موجب تصنع التوالي وفي نفس الاتجاه. بعد كده عندك في مصباح اهو، وبالتالي عندك ادي مقاومة. بعد كده عندك في مصباح على التوازي مع مصباح ما بين نفس النقطتين، وبالتالي ادي مصباح وادي مصباح على التوازي وتكمل الدائرة. لما تبص كده هتلاقي ان التلات مصابيح على التوازي التلات مصابيح على التوازي غلط. عندك هنا المصباح ده الاتنين دول على التوالي وعلى التوازي مع ده غلط برضو. في اتنين على التوازي هم اللي هما الاتنين دول، وبعد كده ده على التوالي معاهم وسالب موجب سالب موجب، وبالتالي الإجابة هتبقى دي. 72 بيقول لك: لديك ثلاثة مقاومات متماثلة، ما هي عدد الطرق المختلفة لتوصيلهم معا في دائرة كهربية؟ ثلاث مقاومات متماثلة هتوصلهم ازاي في دائرة كهربية؟ طبعا التلات مقاومات دول عندك R و R و R، يا اما هتوصلهم التلاتة توالي R R R وبالتالي مقاومة المكافأة 3R، يا اما هتوصلهم التلاتة توازي المقاومة المكافأة هتبقى تلت R، يا اما هتوصل اتنين توالي مع التالت توالي اتنين توازي مع التالت توالي مقاومة المكافأة هنا نص ار وهنا ار يبقى واحد ونص ار، يا اما هتوصل اتنين توالي والمكافئ ليهم على التوازي مع الايه مع اللي فاضله. فانت عندك اتنين ار على التوازي مع ار هيطلع معاك اتنين على التلاتة ار، وبالتالي انت عندك كام طريقة؟ هم دول كل الطرق الممكنة، واحد اتنين تلاتة اربعة. رقم 73: اقل مقاومة يمكن الحصول عليها عند توصيل 10 مقاومات، يبقى انا عندي هنا ال N بتساوي 10، قيمة كل منها 10 مقاومات متساوية، قيمة كل منها باتنين على تلاتة اوم تكوب. طبعا عشان تحصل على اقل مقاومة فانت بتوصل المقاومات على التوازي، وعندك مقاومات متساوية عددهم 10، فالمقاومة المكافئة الار توتال بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عدد المقاومات، وبالتالي عندك هنا 2 على 3 على عددهم اللي هو 10 هيطلع معاك 2 على 3 في 10 هيساوي 30، 1 على 15. السؤال اللي بعد كده رقم 74 بيقول لك: خمس مقاومات، يبقى الـ N بتساوي 5 متساوي، قيمة كل منها R متصلة على التوازي تكون المقاومة المكافئة. متصلين على التوازي فخلاص المقاومة المكافئة قيمة المقاومة الواحدة اللي هي R على عددهم اللي هم 5 يبقى R على 5 اللي هي 2 من 10 R. طبعا دي سهلة. خمس مقاومات متماثلة نفس السؤال، متصلة على التوازي فكانت المقاومة المكافئة لها 5 أوم، يبقى أنت عندك هنا الـ N بتساوي 5 والمقاومة المكافئة R total بتساوي 5 تكون قيمة كل مقاومة. طبعا برضو ده سؤال سهل. انت عندك الار توتال بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عدد المقاومات اللي هي 5، وبالتالي الار بتساوي الار توتال بخمسة في 5 هيطلع معاك 25 اوم. خمس مقاومات متماثلة متصلة معا على التوالي فكانت المقاومة المكافئة لهم 5 اوم تكون كل منهم، لان برضو بتساوي 5 ولكن هنا متصلين على التوالي، في حالة التوصيل على التوالي المقاومة المكافئة تساوي عدد المقاومات اللي هم 5 في قيمة المقاومة الواحدة دي المقاومة المكافئة في قيمة المقاومة الواحدة اللي هي ار وده بخمسة، فانت عندك هنا الار هتساوي 5 على 5 هيديك 1 اوم. لحد دلوقتي الاسئلة سهلة. رقم 77: للحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات توصل المقاومات على،
احنا عارفين ان في حالة التوصيل على التوالي المقاومة المكافأة الـ R total بتساوي R1 زائد R2 زائد إلخ، وبالتالي المقاومة المكافأة بتكون أكبر من أكبر واحدة. ولكن في حالة التوصيل على التوازي 1 على R total بتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد إلخ، المقاومة المكافأة هنا بتكون أقل من أقل قيمة، من أقل مقاومة. وبالتالي عشان تحصل على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات بتوصلهم على التوازي. المقاومة المكافأة لثلاث مقاومات R 2 R 3 R عند توصيلها على التوازي، تستخدم القانون ده. انت عندك R 2 R 3 R، لما تجيب المقاومة المكافأة 1 على R total بتساوي 1 على ال R زائد 1 على 2 R زائد 1 على 3 R هيساوي، خد 1 على R عامل مشترك، هتفضل عندك هنا 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3، لما تجمعهم 1 زائد نص اللي 1 على 2 زائد 1 على 3 هيطلع معاك 11 على 6. بعد كده تشالب دي هيبقى الار توتال بتساوي 6 على 11 ار، سوري دي 1 على ار، وبالتالي لما تشالب 1 على ار هتديك ار، ونشالب ده هيبقى 6 على 11. لو انت ركزت كده هتلاقي ان قيمة المقاومة المكافأة اقل من ايه؟ من اقل واحدة زي ما احنا لسه قايلين. دي في كل الحالات. وبالتالي بيقول لك هنا تكون نقط R، طبعا احنا لسه قايلين اقل من، طبعا هنا مش محتاج ان انت تحلها بالمعادلات، ولكن انا حليتها عشان اكد لك بس ان هي هتبقى اقل من الـ R. رقم 79 ثلاثة مقاومات متصلة على التوازي، إذا كانت مقاومة إحداها تساوي 1 أوم، ثلاث مقاومات متصلة على التوازي واحدة فيهم بواحد أوم، المقاومة المكافأة بتبقى أقل من أقل واحدة، وبالتالي المقاومة المكافأة تبقى أقل من إيه؟ من 1 أوم، فإن المقاومة المكافأة هذه المقاومات أقل من 1 أوم. المقاومة المكافأة لعدة مقاومات متساوية عددها N، ومقاومة كل منها R متصلة على التوالي، في حالة التوصيل على التوالي الـ R total بتساوي عدد المقاومات اللي هو N في قيمة المقاومة الواحدة اللي هي R. المقاومة المكافأة لعدة مقاومات متساوية عددها N ومقاومة كل منها R متصلة على التوازي، في حالة التوصيل على التوازي والمقاومات متساوية الـ R total بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عدد المقاومات. لديك 8 مقاومات قيمة كل منها R، تم توصيل كل اثنين منها على التوازي ثم تتصل كلها معا على التوالي فإن قيمة المقاومة المكافأة. طبعا دي سهلة، انت عندك في 8 مقاومات هتوصل كل اثنين منها على التوازي، وبالتالي هيبقى عندك هنا ايه؟ عندك 8 مقاومات هتوصل كل اثنين على التوازي، فيبقى انت عندك قيمة كل منها كام بقى؟ قيمة كل منها ادي R وادي R، وبعد كده هتوصل ايه؟ دول على التوالي مع اللي بعدهم وهكذا. طبعا هتحصل على كام بقى؟ 4 من دول اللي هي 8 على 8 على 2، فانت عندك ال N هنا هتبقى ب 4 ماشي، والمقاومة اللي عندك الجديدة هتبقى R على التوازي مع ال R اللي هي نص R، وبالتالي عندك 4 مقاومات قيمة كل منهم نص R متصلين على التوالي، وبالتالي ال R total بتساوي ال N اللي هي 4 في قيمة المقاومة الواحدة اللي هي نص R، هيطلع معاك 4 على 2 فال 2 2 R. السؤال اللي بعد كده، ثلاثة مقاومات دول ثلاثة قيمة كل منها 1 أوم، يبقى الـ N بتساوي 3 والـ R بتساوي 1، وصلوا معنا على التوازي، فهات التوصيل على التوازي لسه بيكمل، ثم وصلت المجموعة مع المقاومة مقدارها ده سماه R2 فإن المقاومة الكلية، طبعا ده سهل، انت عندك 3 مقاومات متصلين على التوازي قيمة كل منهم 1 أوم، بعد كده بيقول لك ثم وصلت المجموعة دي مع مقاومة مقدارها 2 على 3 على التوالي، عايزين المقاومة المكافأة. طبعا الثلاث مقاومات دول على التوازي والمقاومة بواحد، فالمقاومة المكافأة تبقى واحد على التلاتة.
بعد كده المقاومة المكافأة بين النقطتين دول على التوالي مع المقاومة دي، وبالتالي 1 على 3 و2 على 3 هيديك 3 على 3 اللي هي 1 أوم. سؤال رقم 84، لدينا عدد من المقاومات N، مقاومة كل واحدة هي R، فإن عند توصيلهم توازي تكون المقاومة المكافأة هي X، فعند توصيلهم توالي تكون المقاومة المكافأة. بيقول لك هنا عندك عدد من المقاومات عددهم N، مقاومة الوحدة R. بيقول لك لو وصلتهم توازي في حالة التوصيل على التوازي المقاومة المكافأة الR توتال بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عددهم. في الحالة دي المقاومة المكافأة بكام؟ بإكس، دي بتساوي إكس. فعند توصيلهم توالي، لما توصل نفس المقاومات دول توالي، المقاومة المكافأة R توتال 2 بتساوي الـ N في الـ R. تكون المقاومة المكافأة، عايزين المقاومة المكافأة، نعمل إيه؟ أنت عندك الـ X بتساوي R على N، صح كده؟ وعايزين هنا المقاومة المكافأة بدلالة إيه؟ بدلالة الـ X والـ N. فإحنا هنشيل الـ R من هنا، وبالتالي ده بيساوي الار بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس في الان، وبالتالي ان زي ما هي ان في اكس ده في، وبالتالي ان تربيع اكس. بس مقاومتان تتصلان على التوازي محصلتهما، يبقى انت عندك مقاومتين اما يتوصلوا على التوازي المحصله ب6 على 8، احدى المقاومتين تم اتلفة فاصبحت المقاومه المكافاه 2 او، فإن قيمة المقاومة التي تم إتلافها هي. طبعا ده سؤال سهل، أنت عندك، معلش أنا بقول كل حاجة سهلة، عاوز أتخلص من الكلمة دي. بيقول لك هنا مقاومتان، أدي المقاومة ده R1 وده R2. بيقول لك المحصلة بتاعتهم 6 على 8، R توتال بتساوي 6 على 8. بيقول لك إحدى المقاومتان تم إتلافها. لو انت اتلفت المقاومة دي معنى كده ايه؟ معنى كده ان بقى عندك مقاومة واحدة اللي هي R2، يبقى انت اتلفت المقاومة R1 فبقى عندك ال R2 بس، فاصبحت المقاومة المكافأة. طبعا لما تتلف دي وما عندكش غير مقاومة واحدة فالمقاومة المكافأة هي نفسها ال 2 اوم بس، وبالتالي ال R2 ب 2 اوم وال R توتال ب 6 على 8. ال R توتال دي بتساوي مقاومتين متوصلين على التوازي بتساوي ال R1 في ال R2 على الـ R1 زائد الـ R2، وبالتالي 6 على 8 بتساوي الـ R1 زي ما هي الـ R2 ب 2 هتبقى 2 R1 على R1 زائد 2 على 2 فيها الـ 1 على 2 فيها الـ 3، بعد كده الطرفين في وسطين 3 R1 زائد 3 في 2 ب 6 بتساوي 8 R1، بعد كده هتجيب ده هنا بالسالب 8 ناقص 3 5 بتساوي 6، وبالتالي الار 1 بتساوي 6 على 5 اللي هي 1.2 اهو، او زي ما هو عاملها هنا 6 على 5 اهو. السؤال اللي بعد كده 86، سلكان من نفس المادة يبقى له ايه؟ ثابتة، لهما نفس الطول والال ثابت، ولكن النسبة بين مساحة مقطعيهما 3 إلى 1، يبقى أنت عندك هنا مساحة مقطعيهما اللي هي الـ A، A1 على A2 بتساوي 1 على 3. إذا كانت مقاومة السلك السميك 10 أو، طيب أي سلك هيبقى سميك؟ أنت هنا بتقول A1 على A2 بتساوي 1 على 3، وبالتالي الـ A2 هو السميك، يبقى أنت عندك هنا مقاومة السلك السميك يبقى دي الـ R2. فإن المقاومة الكلية عند توصيلهما توالي. في حالة التوصيل على التوالي الـ R توتال هتساوي R1 زائد الـ R2، وهو هنا عطيك إيه؟ عطيك الـ R2، فإحنا محتاجين نجيب الـ R1. طب نجيب الـ R1 إزاي؟ عادي، ما أنت عندك في علاقة ما بين المقاومات، سوري، ما بين مساحات المقطع، وعندك عطيك الـ R2 فتقدر تجيب الـ R1، بعد ما تجيب الـ R1 هتجيب الـ R توتال. وبالتالي احنا هنا عندنا الـ A1 على الـ A2 بتساوي 1 على 3 والـ R2 بتساوي 10 أو، فاحنا هنا عايزين نجيب الـ R1. طبعا
الار بتساوي رو اي ال على اي، دول ثابتين وبالتالي في علاقة عكسية ما بين الار والاي، وبالتالي احنا عايزين نجيب الار واحد، تبقى الار واحد على الار اتنين بتساوي اتنين على اي واحد بتساوي، انت عندك اي اتنين على اي واحد بتساوي تلاتة على الواحد، وبالتالي انت عندك هنا الار واحد بتساوي تلاتة في الار اتنين اللي هي تلاتة في عشرة بتساوي 30 اوم، وبالتالي الار توتال بتساوي الار واحد زائد الار اتنين، الار واحد بثلاثين زائد الار اتنين بعشرة هيطلع معاك 40 اوم. ثواني، السؤال اللي بعد كده رقم 87 بيقول لك مجموعة من المقاومات المتساوية عند توصيلهم او عند توصيلها على التوالي فإن المقاومة المكافئة لها 100 اوم، يبقى انت عندك ار توتال واحد في حالة التوصيل على التوالي، وعند توصيلها على التوازي تكون المقاومة المكافئة لها ده ار توتال اتنين في حالة التوصيل على التوازي، فإن المقاومة الواحدة، طيب احنا هنا عندنا مجموعة من المقاومات عددهم ان وقيمة المقاومة الواحدة ار، وصلناهم توالي المقاومة المكافئة 100، وصلناهم توازي المقاومة المكافئة 4، وعايزين قيمة المقاومة الواحدة، نعمل ايه؟ عادي هتكتب القوانين، انت عندك ادي الار والان، ار توتال واحد في حالة التوصيل على التوالي بتساوي قيمة المقاومة الواحدة في عدد المقاومات اللي هي الان ار، ودي بتساوي 100 او، في حالة التوصيل على التوازي الار توتال اتنين بتساوي قيمة المقاومة الواحدة على عددهم بتساوي 4 او. طيب انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب قيمة المقاومة الواحدة اللي هي الار، لاحظ كده لو انت ضربت المعادلة دي في المعادلة دي هتلاقي ان الان بتروح، وبالتالي اضرب دي كده في دي، ان في ار في ار على ان بتساوي 100 في 4، هتلاقي ان الان بتروح مع الان، ار في ار بار تربيع بتساوي 100 في 4، بعد كده خد الجذر، الار هتساوي جذر 100 في 4 جذر 100 ب 10 وجذر 4 ب 2 هيديك 20 او، او 100 في 4 ب 400 جذر 400 ب 20، او بطريقه تانية انت كنت ممكن انت عايز تجيب الار فهتجيب الان بدايه الار، يبقى الان بتساوي 100 على الار، بعد كده تشيل ان من هنا وتحط مكانها 100 على الار هيطلع معاك نفس الحاجه، بس ده اسهل طبعا، تضربهم في بعض على طول تضيع الايه، تضيع الحاجه اللي انت مش عايزها، وبالتالي قيمه المقاومه الواحده ب 20. طبعا لو انت جربت كده، لو احنا جبنا الان بالمره، الان هنا بتساوي 100 على الايه، على 20 هيطلع معاك 5 او خمس مقاومات، فانت عندك خمس مقاومات وقيمة المقاومة الواحدة ب 20، لو وصلتهم على التوالية تبقى 20 في 5 ب 100، لو وصلتهم على التوازي تبقى 20 على 5 ب 4، وبالتالي الحل بتاعنا صح. رقم 88 النسبة بين المقاومتين اللتين إذا وصلتا على التوالي كانت المقاومة المكافئة لهما 4 أمثال مقاومتهما المكافئة عند توصيلهم على التوازي. السؤال زي ده هتمشي معاه واحدة واحدة، هو هنا بيقول لك إيه؟ النسبة بين المقاومتين، عندك مقاومتين R1 وR2 عايزين نجيب R1 على R2 النسبة بينهم. اللتين إذا وصلتا على التوالي، عندك هنا المقاومتين دول لما يتوصلوا على التوالي R1 على التوالي مع R2. المقاومة المكافئة ليهم في الحالة دي اللي هي R1 زائد R2 تساوي أربع أمثال مقاومتهم المكافئة عند توصيلهم على التوازي، لو انت وصلتهم على التوازي R1 على التوازي مع R2 فالمقاومة المكافئة في الحالة دي تبقى R1 في R2 على R1 زائد R2، وبالتالي R1 R2 على R1 زائد R2، فاحنا هنا بيقول لك ايه؟ عايزين R1 على R2، وعندك هنا ال R1 زائد R2 اللي هي المقاومة المكافئة لو مع في حالة التوصيل على التوالي بتساوي 4 في المقاومة المكافئة لهما في حالة توصيلهما على التوازي. طيب نحل دي ازاي؟ هتضرب طرفين في وسطين هيطلع معاك R1 زائد R2 مضروب في R1 زائد R2 هتبقى R1 زائد R2 تربيع بتساوي 4 R1 في R2، ماشي تمام. بعد كده اعمل ايه؟ طبعا دي رياضة يعني، دي مش فيزياء، او هي فيزياء يعني بس دي بتعتمد على الرياضة اكتر يعني. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تفك ده، اما تفك ده الاول تربيع زائد التاني تربيع ماشي، موجب او سالب اتنين في الاول في التالي، وبالتالي انت عندك هنا ار واحد تربيع زائد
ار 2 تربيع، الإشارة هنا موجب، وبالتالي هيبقى زائد 2 ار 1 ار 2 بتساوي 4 ار 1 ار 2. بعد كده هتجيب ده هنا بالسالب، هيطلع معاك ار 1 تربيع زائد ار 2 تربيع زي ما هي. ده لما يجي هنا بالسالب 2 ناقص 4 هيديك سالب 2 ار 1 ار 2 بتساوي 0. ده بعد ما فك يعني بعد ما فكيت ده هتيجي ترجع تاني ده، فده هيساوي ايه؟ عندك مربع الاول زائد مربع التاني ناقص 2 في الاول في التاني اللي هي نفسها ار 1 ناقص ار 2 الكل تربيع. وبالتالي خد الجذر بقى بتاع ده والجذر بتاع ده، فجذر ده هيديك ار 1 زائد ار 2 وجذر الصفر بصفر، وبالتالي سوري دي ناقص، وبالتالي ار 1 بتساوي ار 2. وبالتالي عندك هنا النسبة بين المقاومتين اللي هي ار 1 على ار 2 بتساوي 1 لأنهم متساويين. طب تعالى كده نجرب نشوف الكلام ده صح ولا لا. انت عندك المقاومتين دول متساويتين، لو انت وصلتهم على التوالي، لو فرضنا ان احدى المقاومتين بتساوي ار، فانت عندك في حالة التوسيع على التوالي هيبقى 2 ار، في حالة التوسيع على التوازي هيبقى نص ار. طبعا ال 2 ار 4 امثال النص ار، وبالتالي الإجابة صح. السؤال رقم 89 بيقول لك المقاومة المكافأة لثلاث مقاومات متماثلة، يبقى أنت عندك هنا الإن بتساوي 3 قيمة المقاومة الواحدة R، متصلة على التوازي في حالة التوصيل على التوازي المقاومة المكافأة R على الإن تساوي 2 أوم، ده بيساوي 2 أوم. تكون المقاومة المكافأة لهم عند التوصيل على التوالي، في حالة التوصيل على التوالي المقاومة المكافأة بتساوي الإن في الR. طبعا دي سهلة، أنت عندك الR على الإن بتساوي 2، هتجيب الR بعد كده تضرب الثلاثة اللي هي الان في قيمة المقاومة، وبالتالي احنا هنا عندنا الان بتساوي 3، وفي حالة التوسيع على التوازي اللي هي الار على الان بتساوي 2 او. وبقول لك هنا في حالة التوسيع على التوالي عايزين الار توتال 2 اللي هي بتساوي الان في الار. طبعا هنا الان بتساوي 3، وبالتالي الار بتساوي 2 في 3 ب 6. نيجي بعد كده ال n بتساوي 3 في ال r اللي هي ب 6 هيطلع معاك 18 او بس. 90 امامك دوائر مختلفه لعده مقاومات، اي منهم يكون له اقل مقاومه؟ طبعا دي سهله، انت عندك هنا مقاومتين متصلين على التوالي، المقاومه المكافاه ب 15 اوم مجموعهم هنا ب 20 اوم، هنا مقاومتين متصلين على التوازي قيمه احداهم ب 10 او قيمه الاثنين متساويين وب 10 يعني، فالمقاومة المكافأة هتبقى 10 على 2 اللي هي 5 اوم، هنا المقاومة المكافأة هتبقى أقل من 5 اوم، لأن احنا قلنا إن المقاومة المكافأة بتكون أقل من أقل مقاومة في حالة التوسيع على التوازي، وبالتالي عندك مقاومة ب 5 وواحدة ب 10 فالمقاومة المكافأة هتبقى أقل من 5. طبعا هنا ده ب 15 ده ب 20 ده ب 5 ده أقل من 5، وبالتالي الإجابة دي هي الصح. لو أنت جربت تجيب المقاومة المكافأة هنا تبقى 5 في 10 ب 50 على 5 زائد 10 ب 15 هيطلع معاك 3 و 1 على 3 اللي هي 3 3 اقل من 5. 91 مقاومتان 40 و 60 متصلتان على التوازي كما بالرسم بين المقاومه بين النقطتين A و B. ده سؤال سهل، انت عندك مقاومتين متصلين على التوازي قيمه احداهم او قيمة الصغرى ب 40 فالمقاومة المكافأة هتبقى اقل من 40 او بس، وبالتالي اقل من 40 او. السؤال رقم 92 ثلاث مقاومات قيمة كل منها 9 اوم واستعملت للحصول على مقاومة مقدارها 6 اوم، اي الاشكال التاليه يحقق هذا الشرط؟ يبقى احنا هنا عندنا المقاومات بتسعة وعايزين 6 اوم. تعال نبص كده، انت عندك هنا مقاومه 9 على التوالي مع اي حاجه هتديك اكبر من 9، في حاله التوسيع على التوالي المقاومه المكافاه بتكون اكبر من اكبر مقاومه، واحنا عايزينها تبقى 6 بس، فبالتالي ده غلط على طول من غير ما تفكر. طيب عندك هنا ثلاث مقاومات قيمه احداهم بتسعة متوصلين على التوازي، المقاومه المكافاه تبقى 9 على 3 هيديك 3 اوم، واحنا عايزينها 6. عندك ثلاث مقاومات قيمة إحداهم بتسعة متوصلين على التوالي، المقاومة المكافأة أكبر من 9، وبالتالي ده غلط، إحنا عايزينها 6.
وبالتالي الإجابة هتبقى دي، عندك 9 و9 18، وعندك دي 9 9 9 18، المقاومة المكافئة أقل من التسعة، لما تيجي تحسبها هتطلع معاك 6. 9 في 6، 9 في 18 على 9 زائد 18. السؤال رقم 93، المقاومة المكافئة بين الإكس والواي بين النقطة دي والنقطة دي، عندك 9 التوازي مع 3 اللي هي ما بين هنا وهنا، بعد كده المقاومة المكافئة دي على التوالي مع التسعة. هنجيب الأول دي 9 التوازي مع 3 هتساوي 9 التوازي مع 3 بكام؟ 9 في 3 على 9 زائد 3، هيطلع معاك 2 وربع، تجمع عليها التسعة هيطلع معاك 11 وربع. 94، في الدائرة الموضحة تكون المقاومة المكافئة لها. طبعا دي برضو سهلة، احنا عايزين المقاومة المكافئة اللي هي ما بين النقطة دي والنقطة دي. ما بين النقطتين دول في مقاومة تحت قيمتها بستة، وفي مقاومة فوق اللي هي دي كلها، المقاومتين دول على التوازي. هتجيب المقاومة فوق وبعد كده تجيب المقاومة المكافئة. طيب لو بصيت فوق هتلاقي ان انت عندك ما بين النقطة دي والنقطة دي في مقاومة بخمسة، على التوالي ما بين المقاومة ما بين هنا وهنا اللي هي 2 على التوازي مع الـ2 اللي هي بواحد، مقاومتين متساويتين متصلين على التوازي، قيمة المقاومة المكافئة احداهم على عددهم اللي هي 2 على الـ2 هيديك 1. بعد كده ما بين هنا وهنا على التوالي مع الخمسة، فخمسة وواحد هيديك 6، يبقى هنا فوق 6. بعد كده ده كله اللي هو 6 على التوازي مع الـ6 اللي تحت، 6 على التوازي مع الـ6 هيديك 3 اهو. رقم 95، إذا كانت المقاومة المكافئة لمجموعة مقاومات الموضحة بالشكل هي 8 او، تكون قيمة الار هي، بيقول لك المقاومة المكافئة اللي هي ما بين النقطة دي والنقطة دي ب 8 او، يبقى ده الار توتال. عايزين قيمة الار، طبعا دي سهلة. انت عندك المقاومة المكافئة بين هنا وهنا عبارة عن المقاومة دي ما بين هنا وهنا زائد المقاومة بين هنا وهنا زائد المقاومة بين هنا وهنا، وبالتالي المقاومة بين هنا وهنا بكام؟ 6 على التوازي مع الـ3. اعملها بقى حاسبة كده، هتطلع معاك ب2 او، 6 في 3 على 6 زائد 3 تطلع معاك 2، وبالتالي المقاومة بين هنا وهنا ب2 او. بعد كده ما بين هنا وهنا ب5، وبالتالي 2 و5 ب7، وبالتالي ما بين هنا وهنا ب7 او. تطرحها من الـ8 هيطلع معاك المقاومة بين هنا وهنا اللي هي بواحد او، 8 ناقص 7. عندك المقاومة المكافئة للاتنين دول بواحد او، قيمة احدى المقاومتين ب2، وبالتالي ده هتبقى ب2 على طول، لان المقاومة دي نص دي، وعندك مقاومتين متوصلين على التوازي، فامتى تكون المقاومة المكافأة ليهم نص احداهم؟ لما يكون هما الاتنين متساويين، وبالتالي ده ب2 او. السؤال رقم 96، 3 مقاومات 2 6 3 تم توصيلهم بطريقة معينة للحصول على مقاومة مكافأة هي 4 او، فأي الأشكال الآتية يكون صحيحة؟ طيب لما نبص هنا انت عندك مقاومتين 6 و2 و3 ب5 متصلين على التوازي، طبعا قيمة المقاومة المكافأة هتبقى أقل من الخمسة. تعال نجرب كده 5 مع 6، طالما إن هي أقل من الخمسة تعال نجرب، طبعا مش هتطلع معاك ب4 بس نجرب، 5 في 6 على 11 اللي هو مجموعهم هيطلع معاك 2 و7 2، طبعا ده غلط. طيب هنا عندك في مقاومة ب2 على التوازي مع المقاومة دي، المقاومة المكافئة تبقى أقل من أقل واحدة اللي هي أقل من الـ2، وبالتالي ده غلط على طول من غير ما تحسب. طيب هنا في مقاومة ب2 على التوالي مع حاجة تانية، عادي ممكن تبقى ب4، تعال نجرب كده. انت عندك دي على التوالي مع المقاومة بين هنا وهنا، 3 على التوازي مع الـ6 ب2 أوم، لسه جايبينها فوق هنا، وبالتالي 2 و2 هيديك 4 أوم، وبالتالي ده صح. السؤال اللي بعد كده معانا رقم 97، بيقول لك في الشكل المقابل، فإن قيمة المقاومة المكافئة تكون، طبعا ده سهل، المقاومة المكافئة ما بين هنا وهنا، هتجيب المقاومة ما بين هنا وهنا دي بآر، بعد كده المقاومة بين هنا وهنا وتجمعهم مع بعض، لأن ده على التوالي، أما تشيل ده كله وتحط مكانه مقاومة واحدة هتبقى المقاومة كده، المقاومة المكافئة بتاعت دول هي دي، وبالتالي دي على التوالي مع ده. فانت عندك هنا 3 دول متوصلين على التوالي 3 ار، والتلاتة دول متوصلين على التوالي 3 ار،
عندك 3R على التوازي مع 3R هيديك 3R على الاتنين اللي هي 1.5R، وبالتالي عندك ده ب1.5R وده بR، وعلى التوالي هيديك 2.5R مجموعهم، 2.5R اللي هي 5 على 2R. 98 إذا كانت قيمة الR بتساوي 2 أوم، قيمة الR بتساوي 2 أوم فإن قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B تكون، طبعا دي سهلة، هتجيب قيمة المقاومة المكافئة بداية الR وبعد كده تعوض عن الR ب 2 أوم. المقاومة بين الA والB، المقاومة بين الA والB هي المقاومة بين ده وده زائد المقاومة بين ده وده، وبالتالي عندك هنا المقاومة بين هنا وهنا R وR وR على التوازي مع بعض هتبقى R على التلاتة قيمة إحداهم على عددهم، تجمع معاها المقاومة دي لأنها على التوالي معاها، وبالتالي ده هيساوي عندك الR باتنين تبقى 2 زائد 2 على التلاتة بيساوي، تعملها بآلة حاسبة طبعا هتطلع معاك دي 2 زائد 2 على التلاتة هيطلع معاك 8 على التلاتة اللي هي 2.67 أو 6.67. 99 أربع دوائر كهربية تحتوي على مقاومات قيمة كل واحد مقاومة منها R كما بالرسم، فإن ترتيب المقاومات أو المقاومة المكافئة لكل منهم يكون، طيب أنت عندك هنا مقاومة R على التوالي مع R على التوازي مع الـ R، طبعا ده بنص R، ده بنص R اللي هي R على الاتنين وده بـ R، فالمقاومة المكافئة ليهم هتبقى 1.5R. طيب هنا مقاومة بين هنا وهنا نص R، والمقاومة بين هنا وهنا نص R، والمقاومة دي على التوالي مع المقاومة دي فهيديك R، المقاومة هنا نص R، المقاومة هنا 2R، فأنت عندك أكبر مقاومة هنا هتبقى الـ 2R اللي هي 1، بعد كده ده نص R وده R وده 1.5، بعد كده 4، بعد 4 3، بعد 3 2، يبقى 1 2 غلط، 1 4 3 2 صح. رقم 100 بيقول لك في الأشكال الأربع التي أمامك كل دائرتين متكافئتين ما عدا شكل، طبعا يعني ايه دائرتين متكافئتين؟ دائرتين متكافئتين معناها احنا خدنا في توصيل المقاومات ان المقاومه المكافئه بتعمل ايه، المقاومه المكافئه دي بتؤدي الغرض بتاع مجموعه المقاومات، بمعنى ان انت المقاومه المكافئه دي بحيث ان انت لو شلت المقاومات كلها وحطيت مكانهم من المقاومه المكافئه دي شده التيار الكلي وفرق الجهد ما يتغيروش، لا يتغيروا، دي معنى المقاومة المكافئة، شدة التيار وفرق الجهد بين طرفي البطارية ما يتغيروش. تعال نبص كده هنلاقي هنا ان احنا عندنا في الدائرة ايه، عندك يعني باختصار احنا عايزين المقاومة المكافئة في كل دائرة تبقى متساوية، المقاومة المكافئة بتكون ما بين قطبي البطارية، طبعا هنا بافتراض ان البطارية المقاومة الداخلية بتاعتها بصفر، فانت عندك هنا المقاومة المكافئة بين النقطتين دول، النقطتين دول هم نفسهم النقطتين دول، هتلاقي ان انت عندك R على التوازي مع 2R، وبالتالي هنا R على التوازي مع 2R. طيب نبص هنا هتلاقي المقاومة المكافئة ما بين هنا وهنا 1 2، ما بين النقطة 1 و 2 هتلاقي ان انت عندك 2R وهنا في R، وبالتالي R على التوازي مع 2R، R على التوازي مع 2R، R على التوازي مع 2R، يبقى دي ايه؟ البطاريتين الدائرتين متكافئتين. طيب نيجي نبص هنا، ما بين قطبي البطارية عندك هنا وهنا 2R وتحت R على التوازي، هنا R وR ب2R وR على التوازي، وبالتالي برضو 2R على التوازي مع R، وبالتالي متكافئين. طب نبص هنا، ما بين قطبي البطارية النقطة دي 1 والنقطة دي 2، 1 2 هتلاقي ان انت عندك ادي R، وعندك ما بين 1 والنقطة دي برضو نفسها 2 لان ده سلك،
واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين، وبالتالي تلات مقاومات دول على التوازي، كلهم على التوازي. نفس الفكرة هنا، التلات مقاومات على التوازي وبالتالي متكافئتين، وبالتالي الإجابة هتبقى دال. لو انت بصيت هنا هتلاقي المقاومة المكافئة بين النقطتين دول 2R على التوازي مع 2R. هنا المقاومة المكافئة بين النقطة دي والنقطة دي، هتبص تلاقي هنا ايه، المقاومة دي والمقاومة دي على التوالي، توالهم، وبالتالي انت عندك هنا 2R. بعد كده ما بين النقطة دي والنقطة دي عندك R على التوازي مع ال R، هيديك نص R. تعالى نرسمها هنا عشان تفهم. انت عندك المقاومة المكافأة بتكون دايما، المقاومة المكافأة حطها في دماغك كده، بتكون ما بين قطبي البطارية. انت عندك هنا الار توتال، بافتراض ان المقاومة الداخلية بصفر، هتساوي ايه المقاومة المكافأة للمقاومات دي. لو في مقاومة داخلية فانت بتاخدها معاك في الايه، في الحسبان، تبقى الار توتال بتساوي المقاومة الخارجية زي المقاومة الداخلية، وبتكون ما بين ايه، ما بين قطبي البطارية زي ما قلت لك. فانت عندك هنا المقاومة المكافأة تبقى ايه؟ تبقى ار وار باتنين ار. وعندك ما بين النقطة دي والنقطة دي، ادي واحد وادي اتنين، هتلاقي ان في مقاومة ار وفي مقاومة ار، هيدوك نص ار. لو جينا نعيد رسم الدايرة دي، النقطة دي والنقطة دي اهم، ادي النقطة واحد، وبعد كده تحط المقاومة دي ار وار باتنين ار، وادي النقطة اتنين. ما بين النقطة واحد واتنين احنا لسه قايلين ان المقاومة دي والمقاومة دي على التوازي، فهتحط مكانهم ايه؟ مقاومة قيمتها بنص ار، وبالتالي المقاومة المكافأة في الدايرة تبقى 2 ار على التوالي مع النص ار، هيديك 2 ونص ار، وبالتالي مش متكافئتين. السؤال 101، إذا كانت اكس واي زد هي المقاومة المكافأة لكل دائرة مقابلة لها، فإن الترتيب الصحيح لقيمة المقاومة المكافأة، طبعا دي سهلة، قيمة المقاومة المكافأة 3، وهنا 1 و2 3، 3 على التوازي مع 3 هيديك 1 ونص اوم. طب هنا عندك 2 على التوازي مع 3، 2 على 3، ايه سوري، 2 في 3، سوري، 2 على التوازي مع 3، 2 في 3 ب 6 على عددهم 6 على 5، بعد كده مجموع على الواحد يبقى زائد 1. هنا 1 و 3 4 ماشي على التوازي مع ال 2، تبقى 4 في 2 على 4 زائد 2. تعالى كده، 6 زائد 5 ب 1 و 2 من 10، 1 ب 2 و 2 من 10 اهو. هنا 4 في 2 ب 8 على 6، 8 على 6 هيطلع معاك 4 على 3. فانت عندك المقاومة دي ب 1.5، المقاومة دي ب 2 و 2 من 10، المقاومة دي ب 1.33 من 100. فانت عندك اكبرهم هي المقاومة دي اللي هي واي، دي غلط، وبعد كده عندك الزد، وبعد كده عندك الاكس. صح. السؤال اللي بعد كده رقم 102، بيقول لك قيمة المقاومة المكافأة بين النقطتين بي وكيو أكبر ما يمكن فيه، بين النقطة بي والنقطة كيو. المقاومة المكافأة تبقى عبارة عن إيه؟ تبقى المقاومة دي على التوازي مع المقاومة دي، ما بين نفس النقطتين، المقاومة دي والمقاومتين دول اللي هم على التوالي مع بعض 5 و5 ب 10 أوم، 10 على التوازي مع ال 10 هيديك 5 أوم، اللي هي قيمة إحدى المقاومتين اللي هي ده وده، قيمة إحداهم على عددهم اللي هي 10 على الاتنين هيديك 5 أوم. طيب نبص هنا، أدي النقطة بي وأدي النقطة كيو. عندك هنا قيمة إحدى المقاومتين ب 5، طبعا انت عارف في حاله التوصيل على التوازي، طالما ان في مقاومه بخمسه على التوازي مع اي حاجه ما عدا المال النهائي، يعني هيديك ايه؟ هيديك مقاومه اقل من خمسه اهو، وبالتالي المقاومه هنا اقل من المقاومه هنا، يبقى اكبر ما يمكن في الدائره دي. طبعا لو انت جيت تجيب المقاومه المكافاه لدول، هتلاقي ان هي خمسه على التوازي مع كام؟ مع 15. لما تحسبها تطلع معاك اقل من خمسه. 103، ثلاثة مقاومات متساوية تم توصيلهم بثلاثة أوضاع كما بالشكل السابق، فإذا كانت المقاومة الكلية لكل دائرة على الترتيب نفس الفكرة. عايزين العلاقة بين المقاومات. طيب أنت عندك النقطة دي X والنقطة دي Y،
المقاومه دي ما بين الاكس والواي، والمقاومه دي ما بين الاكس والواي، والمقاومه دي ما بين الاكس والواي، وبالتالي التلات مقاومات دول توازي. النقطه دي اكس والنقطه دي واي. عندك المقاومه دي ما بين الاكس والواي، المقاومه دي ما بين الاكس والواي، والمقاومه دي ما بين الاكس والواي، وبالتالي دول برضو كلهم توازي. نفس الفكره هنا اكس ودي واي، المقاومه دي ما بين الاكس والواي، اكس وواي، اكس وواي توازي، وبالتالي المقاومه المكافئه ليهم تبقى متساويه لان المقاومات كلها متساويه، وبالتالي هتبقى دي 104. لديك ثلاثه مقاومات متساويه برضو، مقدار كل منها 12 اوم، تم توصيلهم بحيث تكون المقاومه المكافئه لهم مقدارها 8 اوم. عايزين المقاومه المكافئه 8 اوم. فاي الاشكال التاليه يعبر عن طريقه التوصيل الصحيحه؟ طبعا انت عندك هنا قيمه المقاومه الواحده ب 12 اوم، وعندك هنا كلهم على التوالي، فالمقاومه المكافئه تبقى اكبر من 12، وبالتالي غلط. طيب في حاله التوصيل على التوازي، المقاومه المكافئه بتبقى احدى المقاومات على عددهم 12 على 3 هيديك 4، واحنا عايزين 8، وبالتالي ده غلط. عندك هنا دي 12، او ناخد دي الاول. عندك هنا عندك في مقاومه 12 متوصل على التوالي مع اي حاجه، فهيديك مقاومه مكافئه اكبر من 12، وبالتالي ده غلط برضو. وبالتالي الاجابه الصحيحه هتبقى دي، عندك 12 و12 ب 24 على التوازي مع ال 12، لما تحسبها تطلع معاك 8، تبقى 12 في 24 على 12 زائد 24. الساعة كام؟ ناخد سؤال ولا اتنين على العصر ده. اي مجموعة مقاومات تعطي مقاومة كلية قيمتها R، عايزين المقاومة الكلية تبقى R. طيب انت عندك هنا R على التوازي مع 3R، سوري R على التوالي مع 3R هيديك 4R. بعد كده عندك المقاومة دي توازن مع المقاومة دي، توازن مع المقاومة دي، يبقى أنت عندك 4R توازن مع 4R توازن مع 2R. طبعا أنت ممكن تاخد المقاومة دي والمقاومة دي توازي، تجيب المقاومة المكافأة، وبعد كده المقاومة المكافأة ليهم تاخدها مع الـ 2R. عشان أثبت لك إن العلاقة دي صح، إحنا عندنا تلات مقاومات R و 2R مثلا و3R، تلاتة دول على التوازي. أو خليها عشان نسهل الموضوع، نخلي دي 6R مثلا. المقاومة المكافئة التلات مقاومات دول ممكن تجيبها بالطريقة العامة، 1 على R توتال بتساوي 1 على R زائد 1 على 3R زائد 1 على 6R، فيطلع معاك كود الواحد على R عامل مشترك 1 زائد 1 على 3 زائد 1 على 6. تحسبها هيطلع معاك ده باتنين. انت عندك 1 على 3 و1 على 6، 2 على 2 على 6، 1 على 6، 3 على 6، 3 على 6 اللي هي نص، يبقى ده 1.5، يبقى ده بيساوي 1.5 على R، صح كده؟ والله مش عارف. ماشي، 1.5 على R. فانت عندك هنا بعد كده الار توتال تجيبها هيطلع معاك ايه؟ هتشقلب ده، وبالتالي هتبقى R على 1.5. R على 1.5 اللي هي 1.5 دي اللي هي 3 على 2، هتبقى 2 على 3. طيب احنا هنا جبناهم الثلاثه مع بعض، لو احنا خدنا المقاومتين دول، المقاومتين دول على التوازي، تشيل المقاومه المكافئه ليهم وتحطها على التوازي مع الار، فهيطلع معاك نفس الحاجه. تعالى كده 3R و6R هيطلع معاك 2R. بعد كده المقاومه المكافئه الاثنين دول على التوازي مع الار، فهيطلع معاك 2 في 1 ب 2 على 2 زائد 1 ب 3، فطلعت نفس المقاومه. وبالتالي نفس الفكره هنا، احنا هنا ثواني، فاحنا هنا عندنا 4R على التوازي مع 4R على التوازي مع 2R، 4R و4R المقاومة المكافئة ليهم هتبقى ب2R احداهم على عددهم. بعد كده ال 2R دي على التوازي مع ال 2R هيديك R، وهو هنا عايز المقاومة المكافئة بكام؟ بR، وبالتالي الإجابة هتبقى دي. لو أنت بصيت لدي
هتبقى غلط طبعا. عندك هنا 2 و 4 ب 6، وعندك هنا 3 6 على التوازي مع 3 هيديك 2 ار، 2 ار على التوازي مع الار هتبقى اقل من الار. او بمعنى تاني انت عندك مقاومه بار على التوازي مع اي حاجه، المقاومه المكافاه هتبقى اقل من الار، وبالتالي ايه غلط. نفس الفكره هنا، ار و3 ب 4 ار، 4 و2 6 ار، 6 في 4 ب 24 على عددهم اللي هو 6 و4 ب 10 هيطلع معاك 2 و4 من 10 ار. هنا المقاومه المكافاه اكبر من ايه؟ من الار، وبالتالي كله غلط. 106 بيقول لك اربعه مقاومات متماثله والصيغه معا كما بالاشكال الموضحه، فيكون ترتيب الاشكال من الاكبر مقاومه الى الاقل مقاومه. طبعا احنا لسه حالين شبهها دي سبع مره نفس السؤال. انت عندك في حاله التوصيل، وهنا بيقول لك من الاكبر الى الاقل، طبعا دي اكبر قيمه للمقاومه لانهم كلهم متوصلين على التوالي، وبالتالي المقاومه المكافاه اكبر حاجه، وبالتالي دي اكبرهم، اتنين اكبر حاجه. وطبعا بعد كده انت عندك ده ار، تبقى دي ار زائد ده تلت، ده ار 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 على التلاته اللي هي ار على التلاته. طيب بعد كده هنا دي ار وحاجه كمان، فالمقاومه المكافاه هتبقى اقل من الار. وهنا برضو او دي ناخدها الاول، يبقى هنا المقاومه المكافاه اقل من الار. طيب هنا، هنا المقاومه المكافاه عندك ادي ار زائد ايه؟ زائد حاجه، زائد كام بقى؟ هنا ار وار ب 2 ار على التوازي مع الار، 2 ار على التوازي مع الار، 2 في 1 ب 2 على 2 زائد 1 ب 3 تجمع على الار، وبالتالي المقاومه هنا اكبر حاجه اللي هي 2. بعد كده عندك هنا ار زائد حاجه، وهنا ار زائد حاجه، وهنا اقل من الار، وبالتالي الاثنين دول اكبر من دي. طب انهي الاكبر في دول؟ هنا ار زائد 2 على 3 ار، وهنا ار زائد ار على 3، وبالتالي ده اكبر من ده. يبقى انت عندك هنا اكبر من 3، اكبر من 1، اكبر من 4، 2 3 1 4، 2 3 1 4. اخر سؤال قبل العصر، قيمه المقاومه المكافاه بين النقطتين اي وبي هو؟ المقاومه المكافاه بين النقطه دي والنقطه دي هتساوي، طبعا دي سهله، انت عندك هتاخد الفرع ده ار وار على التوالي ب 2 ار، تاخد الفرع اللي فوق ده، وانت طالع كده هتلاقي ما بين النقطة دي والنقطة دي عندك ار وار ب 2 ار، وعندك هنا ار، فانت عندك هنا النقطة دي 1 والنقطة دي 2، ما بين 1 و 2 في المقاومة 2 ار، وفي المقاومة 2 ار، وفي المقاومة ار، يبقى انت عندك 2 ار توازي مع 2 ار توازي مع الار، 2 ار و 2 ار المقاومة المكافأة تبقى ب ار على التوازي مع الار اللي هي دي، ار على التوازي مع الار هيديك نص ار بس. نكمل بقى ان شاء الله بعد العصر. السؤال 108 بيقول لك اذا كانت الار بتساوي 3 او، فان قيمه المقاومه المكافاه للدائره تكون، طبعا دي سهله، المقاومه المكافاه للدائره المفروض يقول لك بين النقطتين اي وبي، لان انا مش حاطط بطاريه. عندك لو احنا مشينا كده هنلاقي ادي المقاومه ار، النقطه دي هنسميها اكس مثلا، والنقطه دي نسميها واي. هنبص نلاقي ما بين النقطه اكس والنقطه واي في عندك مقاومه ار على التوازي مع مقاومة 2 ار اللي هم الاثنين دول، وبالتالي ار على التوازي مع 2 ار هيساوي ار في 2 ار على ار زائد 2 ار، هيطلع معاك 2 على 3 ار. نيجي بعد كده نشيل الثلاث مقاومات دول، نحط ما بين النقطة اكس النقطة واي والنقطة اكس مقاومة قيمتها 2 على 3 ار، الدائرة بتاعتك هتبقى باختصار شديد بالشكل ده، ادي النقطة اكس وادي النقطة واي وادي المقاومه ار، وادي النقطه بي، وادي النقطه اي، وبالتالي انت عندك هنا ثلاث مقاومات دول على التوالي ار وار ب 2 ار و2 على 3 ار، يبقى 2 ار زائد 2 على 3 ار بيساوي، حط الار بقى ب 3، 2 في 3 ب 6 زائد 2 على 3 في 3، ده هيروح مع ده 2 و6 هيطلع معاك 8 او. السؤال رقم 109 بيقول لك في الشكل المقابل قيمة المقاومة المكافأة تكون، المفروض برضو يقول لك ما بين الـ A والـ B، أدي النقطة E وأدي النقطة B. هنبص نلاقي لو أنت عندك تيار ماشي كده، فالتيار ده ليه مسارين، وبالتالي عندك المسار اللي تحت والمسار اللي فوق دول على التوازي مع بعض، فأنت هتعمل إيه؟ هتجيب المقاومة
في المسار اللي تحت والمقاومة في المسار اللي فوق، وبعد كده تاخدهم على التوازي. ناخد كل مسار لوحده، لو انت بصيت هنا هتلاقي ما بين النقطة دي والنقطة دي 8 و16 و16 على التوازي، وبالتالي انت عندك 8 على التوازي مع 16 على التوازي مع 16، يا اما 1 على المقاومة المكافئة بيساوي 1 على 8 زائد 1 على 16 زائد 1 على 16 وتجيب المقاومة المكافئة، يا اما تعمل بالطريقة اللي انا قلت لك عليها، هتاخد المقاومتين دول مع بعض، 16 على التوازي مع 16 هيديك 8. بعد كده المقاومة المكافئة الاتنين دول اللي هي ده وده، هتشيلهم الاتنين وتحط مكان المقاومة ما بين النقطتين دول، قيمتها 8 اوم، هيبقى المقاومة المكافئة ليهم على التوازي مع التمانية، وبالتالي 8 على التوازي مع التمانية هيطلع معاك 4 اوم، يبقى ما بين النقطة دي والنقطة دي في 4 اوم. الأربعة اوم دي اللي هي ما بين هنا وهنا على التوالي مع المقاومة 20، وبالتالي فوق 24 اوم، 20 و4. تحت نفس الكلام، عندك 9 على التوازي مع 18 هيطلع معاك بستة، 9 × 18 × 27 هيطلع 6 اوم، وبالتالي انت عندك 6 اوم المقاومة المكافئة بين النقطة دي والنقطة دي. بعد كده 6 اوم دي على التوالي مع 6 هيديك 12، وبالتالي في الفرع اللي تحت ده في 12 اوم، وبالتالي عندك ما بين النقطة A والنقطة B فوق في 24، ومن النقطة A والنقطة B تحت في 12، يبقى 24 على التوازي مع 12 هيطلع معاك 8 اوم. السؤال اللي بعد كده رقم 110، عند غلق كي تكون المقاومة الكلية 5 اوم، فإن قيمة الار تساوي، بيقول لك هنا لما تغلق المفتاح كي المقاومة الكلية اللي في الدائرة اللي هي ما بين النقطة دي والنقطة دي بتساوي 5 اوم، عاوزين قيمة المقاومة ار. طبعا دي سهلة، هنغلق المفتاح كي، تعالى نعملها هنا، عندك 6 اوم وتحت فيه 3 اوم، وادي غلقنا المفتاح كي. بعد كده في 4 اوم وتحت فيه ار. بيقول لك ما بين النقطة دي والنقطة دي المقاومة المكافأة بتساوي 5 اوم. المقاومة المكافأة دي عبارة عن ايه؟ ادي عندك النقطة ايه؟ النقطة دي هنسميها اكس لان ده سلك، وطبعا انت عارف ان المفتاح لما بيتقفل كأنه سلك او المقاومة بتاعته بتبقى صفر، وبالتالي النقطة دي نقطة واحدة، وبالتالي عندك المقاومة 6 والمقاومة 3 على التوازي، 6 على التوازي مع 3 هيديك 6 في 3 على 6 زائد 3 هيديك 2 اوم. نيجي بعد كده ما بين النقطة اكس والنقطة بي اللي هي النقطة دي، يعني ده سلك برضو، عندك مقاومة 4 على التوازي مع الار، وبعد كده هتجمع المقاومة 2 اوم اللي هي ما بين النقطة دي والنقطة دي زائد المقاومة دي اللي هي ما بين هنا وهنا هيديك 5 اوم، وبالتالي المقاومة دي بتساوي ايه؟ يبقى 4 على التوازي مع الار اللي هي 4 ار على 4 زائد ار بتساوي المقاومة الكلية اللي هي 5 ناقص 2 اللي هي 3 اوم. بعد كده طرفين في وسطين، 4 في 3 ب 12 زائد 3 في ار 3 ار بتساوي 4 ار، ده هيجي هنا بالسالب، وبالتالي 4 ناقص 3 1 يبقى ار بتساوي 12 اوم. لو انت عايز تتأكد ان الحل بتاعك صح، 6 على التوازي مع 3 ب 2، 4 على التوازي مع 12 تعملها بالآلة الحاسبة، 4 في 12 على 16 هيطلع معاك ب 3، 3 و2 ب 5. 111 بيقول لك في الشكل السابق تكون قيمة المقاومة الكلية عند فتح المفتاح، والمفتاح ده مفتوح عايزين المقاومة الكلية. طبعا دي سهلة، لو المفتاح ده مفتوح فالدائرة بتاعتك هتبقى كده 6 وادي 4 3 وادي الار احنا لسه جايبينها ب 12. طبعا دي سهلة، انت عندك المقاومتين دول توالي والمقاومتين دول توالي، والفرع اللي فوق على التوازي مع الفرع اللي تحت، 6 و 4 10 على التوازي مع 3 و 12 15، هيطلع معاك 10 في 15 ب 150 على 10 زائد 15 ب 25 هيطلع معاك 6 اهو. 112 بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. طبعا دي برضو سهلة، انت عندك النقطة دي A، النقطة دي هنسميها X، والنقطة دي B، وبالتالي انت عندك هنا ما بين ال A وال X في المقاومة دي والمقاومة دي على التوازي لأنهم ما بين نفس النقطتين، 10 على التوازي مع 15 لسه جايبينها دلوقتي
10 و15 بتطلع ب6، وبالتالي ما بين الـ A والـ X في 6 أوم. بعد كده ما بين الـ X والـ B، بعد كده ما بين الـ X والـ B عندك 20 على التوازي مع 30، وبالتالي 20 على التوازي مع 30 هتساوي 12 أوم. وبالتالي انت عندك هنا 6 أوم فوق اللي هي ما بين الـ A والـ X 6 أوم، وبين الـ X والـ B 12 أوم، وبالتالي المقاومة الكلية ما بين الـ A والـ B تبقى 6 زائد 12 ب 18 أوم. لو انت شلت المقاومتين دول وحطيت مكانهم مقاومة واحدة، شلت المقاومتين دول وحطيت مكانهم مقاومة واحدة، هتلاقي ان المقاومة المكافئة لدول ودول على التوالي، وبالتالي هتجمع. السؤال اللي بعد كده رقم 13 بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. نفس الفكرة ما بين الـ A وما بين الـ B. طبعا انت عندك فرعين ما بين الـ A والـ B، الفرع اللي تحت وما بين الـ A والـ B الفرع اللي فوق. هتمشي في كل فرع لوحده. ما بين الـ A والـ B في الفرع اللي تحت 3 على التوالي مع 3 ب 6 أوم. ما بين الـ A والـ B في الفرع اللي فوق عندك ادي من هنا لهنا 3، ومن هنا لهنا هتلاقي ان انت عندك الشكل ده. هتبص عليه هتلاقي النقطة دي مثلا هنسميها X، والنقطة دي هنسميها Y، وبالتالي انت عندك هنا ما بين الـ X والـ Y هتبص هتلاقي الاتنين دول توالي 3 و 3 ب 6، وعندك تحت 3 و 3 ب 6 برضو، وبالتالي ما بين الـ X والـ Y 6 على التوازي مع 6 هيديك 3، وبالتالي ما بين الـ X والـ Y في 3. بعد كده على التوالي مع التلاتة دي، وبالتالي انت عندك ادي 3، وما بين الاكس والواي قلنا في 3 يبقى 6، وما بين هنا وهنا في 3 يبقى 9، وبالتالي في الفرع اللي فوق في 9 اوم. يبقى في الفرع اللي فوق في 9 اوم، والفرع اللي تحت في 6 اوم، يبقى 9 التوازي مع 6 هيساوي 9 في 6 على 9 زائد 6 هيطلع معاك 3 في 6 من 10. السؤال رقم 14 بيقول لك في الشكل الذي امامك فان قيمة المقاومة المكافأة بين الاي والبي تكون، عندك ادي النقطة A وادي النقطة B. نفس الفكرة ما بين الاي والبي عندك مقاومة 6، وعندك مقاومة 3 و 3 6، وعندك مقاومة 3 و 3 6، وبالتالي 6 التوازي مع 6 التوازي مع 6 بتساوي 6 على 3 بتساوي 2 أوم. الفكرة رقم 2 المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B تكون، عندك المقاومة بين هنا وهنا، تعمل ايه؟ هتمشي هذا عندك النقطة دي هي نفسها النقطة دي لأن ده سلك. بعد كده عندك هنسمي النقطة دي مثلا C. بعد كده هتمشي النقطة دي هنسميها طبعا ده سلك، وبالتالي دي نفس النقطة هنسميها مثلا D، وبعد كده البي. هنبص هنا النقطة دي اللي هي نفسها النقطة دي، وبالتالي انت هنا هتلاقي المقاومتين دول المقاومة 30 والمقاومة 30 ما بين السي والدي. يبقى انت عندك هنا ما بين السي والدي في مقاومة 30، وما بين السي والدي في مقاومة 30، وبالتالي 30 على التوازي مع 30 هيطلع معاك 15 أوم. نيجي بعد كده نعيد رسم الدايرة. يبقى انا عندي هنا انا رايح كده عندك ما بين الاي وادي السي في 30 او، يبقى ادي النقطه اي وادي النقطه سي في بينهم 30 او. واحنا لسه قايلين دلوقتي ما بين السي والدي 30 على التوازي مع 30 في 15، يبقى السي والدي في 15 او. بعد كده عندك ما بين الدي والبي في 4 أوم، ما تنساش المقاومة دي اللي هي ما بين الاي والدي، ما بين الاي والدي في 90 أوم،
ما بين الـ E والـ D في 90 أوم. وبالتالي هتلاقي هنا ان انت عندك انت عايز ما بين الـ A والـ B، وانت ماشي كده هتلاقي ما بين الـ A والـ D بقى فيه كام؟ 30 و 15 بـ 45 أوم على التوازي مع 90، هيطلع معاك يعني دول على التوالي. وبالتالي هتشيل المقاومات دي دي ودي ودي وتحط مكان الـ A والـ D مقاومة 30، هتلاقي اي دي دي بي، وبالتالي 30 والـ4 يديك 34 أوم لأنهم على التوالي. طبعا في طريقة تانية اللي هي طريقة النقط، طبعا يعني هتلاقي إن الطريقتين قريبين من بعض، احنا هنا حطينا نقط برضه عشان نسهل على نفسنا. الطريقة التانية إن أنت تعيد رسم الدايرة الأول، عندك ادي النقطة A وبعد كده النقطة C وبعد كده النقطة D وبعد كده النقطة B. انت لما تعيد رسم الدايرة عندك ما بين الـ A والـ C في 30 هتحطها الأول، ادي النقطة A وادي النقطة C عندك 30 أو. بعد كده ما بين الـ C والـ D خلاص تعمل كده إكس عليه، ما بين الـ C والـ D في 30 وما بين الـ C والـ D في 30 برضه. وبالتالي عندك هنا ادي سي سي دي 30 اوم 30 اوم. بعد كده هتلاقي عندك ما بين الاي والدي في 90، ما بين الاي والدي في 90 اوم. بعد كده عندك ما بين الدي والبي في 4 اوم. هتلاقي نفس الحل، انت عندك هنا احنا خدنا في الاول قلنا 30 على التوازي مع 30 ده بيطلع 15. بعد كده هتلاقي ما بين الدي والسي في 15، وعندك ما بين الاي والسي في 30 هيدوك 45 اوم اللي هي دي. بعد كده ال 45 اوم دي على التوازي مع ال 90 اللي تحت، 45 على التوازي مع ال 90 هيدوك 30. بعد كده ال 30 دي على التوالي مع ال 4 هيديك 34. وبالتالي نفس الفكره. السؤال رقم 116 بيقول لك في الدائرة المقابلة تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B هي، هل عندك النقطة A ولا النقطة B؟ طبعا دي سهلة، النقطة دي A وده سلك وبالتالي النقطة دي A، وعندك النقطة دي B وده سلك وبالتالي النقطة دي B. هتبص تلاقي ما بين الـ A والـ B في مقاومة 3R، وما بين الـ A والـ B في مقاومة 6R، وما بين الـ A والـ B في مقاومة 2R، وبالتالي التلات مقاومات دول على التوازي مع بعض، يبقى 3R على التوازي مع 6R على التوازي مع الـ 2R. هيطلع معاك لو خدنا الاتنين دول مع بعض، 3 على التوازي مع 6 بيديك 2 على التوازي مع الـ 2R دي، هيساوي R. بس. 117 إذا كانت R1 بتساوي 100، R2 بتساوي 75، R3 بتساوي R4 بتساوي 50، فإن المقاومة المكافئة، طبعا المقاومة المكافئة بتكون ما بين طرفي البطارية. وبالتالي أنت عندك هنا وأنت ماشي كده النقطة دي والنقطة دي، هتبص تلاقي إن أنت عندك 75 أوم ما بين النقطتين دول، والنقطة دي هي نفسها النقطة دي سماها مثلا إكس ودي واي، هتلاقي ان انت الاكس والواي ما بينهم برضو 50 اوم، وعندك برضو ما بين الاكس والواي في 50 اوم، وبالتالي 50 على التوازي مع 50 على التوازي مع 75، وبالتالي 50 توازي مع 50 توازي مع 75 هتساوي 50 توازي مع 50 فيها 25، 25 توازي مع 75 هيطلع معاك 18.75%. وبالتالي انت عندك ما بين الاكس والواي في 18.75% اوم. وبالتالي انت هتشيل المقاومة دي ودي ودي وتحط مكانهم مقاومة واحدة قيمتها 18.75% اوم. بعد كده توصل بقى تكمل الدال الار واحد اللي هي بمية، وعندك البطارية الدالة بعد كده. وبالتالي المقاومة الكلية تبقى 100
زائد 18.75% اللي هي 118.75%. 118 في الدائرة الموضحة تكون قيمة المقاومة المكافئة. طبعا نفس الفكرة، انت عندك ادي البطارية المقاومة المكافئة بتكون ما بين النقطتين دول، هنسمي النقطة دي مثلا ايه، يبقى النقطة دي برضو هي ايه، ده سلك وبالتالي النقطة دي ايه. نيجي احنا ماشيين نسمي النقطة دي مثلا بي، ده كله بي، وبعد كده نسمي النقطة دي سي مثلا، وبالتالي انا عندي ثلاث نقط، نقطة ايه وبعد كده بي وبعد كده النقطة سي. لو احنا عاوزين نسهل على نفسنا ممكن نعيد رسم الدايرة، ادي النقطة ايه واحنا رايحين من الـ A للـ B، من الـ A للـ B في 2R، وعندك هنا ادي النقطة ايه من الـ A للـ B في 2R برضو، بعد كده دي من الـ A للـ C وبالتالي خلاص سيبها دلوقتي، بعد كده من الـ B دي للـ B برضو، من الـ B للـ C في R، هتلاقي ان المقاومة اللي فاضلة هي دي اللي هي ما بين الـ A والـ C 2R، ادي الـ A وادي الـ C، وبالتالي المقاومة الكلية هتبقى كام بقى؟ بسيطة خالص، انت عندك المقاومتين دول على التوازي 2R على التوازي مع 2R هيديك R، بعد كده ما بين الـ A والـ B في R، وما بين الـ B والـ C في R، يبقى R و R بـ 2R، وبالتالي ما بين الـ A والـ C في الفرع اللي فوق 2R، وما بين الـ A والـ C في الفرع اللي تحت في 2R، وبالتالي 2R على التوازي مع 2R هيديك R، وبالتالي ما تتخضش من شكل الدايرة كده، لو انت بسطتها هتعرف تحلها. الكتاب ده كله كده، كل شوية صفحة تروح، مش عارفين يلزقوا كويس. 119 بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. نفس الفكرة، ادي النقطة A وادي النقطة A، ده سلك وبالتالي النقطة دي A. طبعا لما تلاقي الحتة دي معمولة معناها ان الاتنين دول مش متصلين ببعض، يعني كأن سلكين فوق بعض كده والاتنين مش متصلين ببعض. النقطة دي B وده سلك وبالتالي النقطة دي B. بس هتبص تلاقي ان الدايرة كلها ما فيهاش غير نقطتين، النقطة A والنقطة B، وبالتالي انت عندك ما بين الـ A والـ B في R، ما بين الـ A والـ B في R، التوازي مع الـ R، بعد كده ما بين الـ A والـ B في R برضو، ما بين الـ A والـ B في R برضو، يبقى كلهم على التوازي مع بعض، يبقى R على الأربعة. بس 120 المقاومة المكافئة للشكل المقابل تساوي النقطة دي X وده سلك وبالتالي النقطة دي X برضو، والنقطة دي Y وده سلك وبالتالي النقطة دي Y برضو. هتبص تلاقي ما بين ال X وال Y في 8، ما بين ال X وال Y في 4، ما بين ال X وال Y في 8، وبالتالي كلهم على التوازي مع بعض، 8 على التوازي مع 8 على التوازي مع 4، 8 على التوازي مع 8 فيها 4، 4 على التوازي مع 4 فيها 2. بس اللي انا عايز اوصله لك مالكش دعوه الدايره شكلها عامل ازاي، حط نقط وعيد رسم الدايره هتلاقي ان الدايره بتتحل معاك. السؤال اللي بعد كده الفكره رقم 3، حاجات حذف المقاومه. طبعا احنا عارفين ان المقاومه بتتحذف لو متصله على التوازي مع سلك او فرق الجهد عليها بين طرفيها بيساوي صفر، او شدة التيار اللي ماشي فيها بتساوي صفر، كلهم بيؤدوا لنفس الحاجة يعني. المهم 121 في الدائرة المقابلة تكون قيمة المقاومة المكافئة بين الـ X والـ Y. ادي النقطة X، طبعا ده سلك، السلك ملوش مقاومة، المقاومة بتاعته بتساوي صفر، طالما ان السلك ملوش مقاومة وبالتالي لما تحط المقاومة دي اللي هي المقاومة صفر على التوازي مع اي مقاومة هيديك صفر. ليه؟ لان احنا مثلا 10 على التوازي مع 0، 10 على التوازي مع 0 هتساوي 0 في 10 على 0 زائد 10 اللي هي ب 10 هيطلع معاك 0، وبالتالي المقاومه المكافئه الاثنين دول هي نفسها المقاومه بتاعت ده اللي هي 0، وبالتالي التيار الكلي هيمشي هنا، التيار الكلي هيمشي في السلك ده.
وبالتالي التيار طلع من هنا كله هيمشي هنا، وبالتالي مفيش تيار ماشي هنا في الاتنين اللي فوق دول، وبالتالي المقاومة دي ودي هيتلغوا. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت طالما ان ده سلك ماشي، وبالتالي فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي بصفر، طالما ان فرق الجهد ما بين النقطتين دول بصفر ودي مقاومة، تعرف ان الفي بتساوي الاي في الاخر، عندك المقاومة دي ليها قيمة ماشي، وفرق الجهد عليها بصفر، فلازم التيار يكون بصفر، وبالتالي مفيش تيار هنا ولا تيار هنا. واحد هيقول لي طب ما المقاومة دي بصفر وبيمشي فيها التيار الكلي، ايه المشكلة؟ ما انت من القانون ده في بتساوي الاي في الار، عندك المقاومة بصفر ماشي، صفر مضروب في التيار الكلي اللي ماشي هنا هيديك صفر، مفيش مشكلة. اللي انا عايز اوصله لك، طالما ان في سلك يبقى فرق الجهد ما بين النقطتين دول بصفر، مفيش تيار هنا ومفيش تيار هنا، والتيار الكلي هيمشي هنا، وبالتالي جينا دول، او ان النقطة دي اكس وده سلك، فالنقطة دي هتبقى اكس برضه، وبالتالي المقاومة المكافأة بين الاكس والواي هي نفسها الخمسة او. 122 بيقول لك في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة الكلية للدائرة. المقاومة الكلية قلنا الار هنا المقاومة الداخلية بصفر، بتكون ما بين النقطتين دول. فانت عندك هنسمي دي مثلا، او من غير ما نسمي، انت عندك من هنا لهنا ده سلك صح؟ السلك ده على التوازي مع المقاومة اللي فوق دي، لانها ما بين نفس النقطتين، وبالتالي هتتلغي. نفس الفكرة، ده سلك، السلك ده على التوازي مع المقاومة اللي تحت دي، وبالتالي المقاومة دي هتتلغي، وبالتالي عندك التيار هيطلع من هنا كله هيمشي هنا، وبعد كده هينزل تحت هنا، وبعد كده كله هيمشي هنا، وبعد كده هيجي كده، وبالتالي الجزء ده بس هو اللي معاك، يبقى المقاومة المكافئة هي R. 123 أمامك جزء من دائرة كهربية تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B، نفس الفكرة بتاعت دي. يا عم بقى يا عم اثبت بقى، ما مش كل شويه تطلع. نفس الفكره، انت عندك ده سلك، وبالتالي المقاومه دي والمقاومه دي مش هيمروا فيهم تيار، كانهم مش معانا، وبالتالي النقطه ايه هي نفسها النقطه دي ايه، وبالتالي انت عندك ما بين الاي والبي هتلاقي في 10 على التوازي مع العشرة هيديك 5 اهو. السؤال 124 ثلاث مقاومات مقدار كل منها R، أي من هذه الأشكال التالية تكون فيها المقاومة بين النقطتين X و Y أقل ما يمكن. ما بين النقطة X والنقطة Y عايزين المقاومة أقل ما يمكن. طيب هنبص هنا هنلاقي إن أنت عندك مقاومة R زائد حاجة. هنبص هنا هنلاقي إن أنت عندك ما بين الـ X والـ Y في مقاومة R، وفي طرف تاني ده في مقاومتين اتنين R، وبالتالي المقاومة المكافأة تبقى أقل من R. هنبص هنا ما بين الـ X والـ Y عندك في مقاومة R، والجزء ده مش متصل، فانت لو وصلت بطارية، الحتة دي مهمة، انت عندك هنا الحتة الدايرة دي كده، بيقولك عايزين المقاومة بين هنا وهنا. احنا قلنا ان المقاومة المكافأة معناها لو انا وصلت بطارية ما بين النقطتين دول، المقاومة اللي في الدايرة هتساوي ايه، وبالتالي لو انت وصلت بطارية ما بين النقطتين دول كده، التيار هيطلع من هنا، ده المسار الوحيد المغلق، وبالتالي ده مش هيمر فيه تيار، وبالتالي الجزء ده كأنه مش معانا، وبالتالي المقاومة بين الاكس والواي بتساوي ار، اللي هي المقاومة دي. بعد كده المقاومة بين الاكس والواي عندك ار وار وار بثلاثة ار، وبالتالي اقل مقاومة عندك هي المقاومة دي اللي هي اقل من ار، وبالتالي هتبقى بي. مية خمسة وعشرين بيقول لك في الشكل المقابل يكون أو تكون قيمة المقاومة المكافئة بين النقطتين A و D هي، أدي عندك النقطة A وأدي النقطة D. طبعا لو أنت وصلت مقاومة بطارية ما بين النقطتين دول، فأنت عندك التيار مثلا لو ده الموجب وده السالب، فالتيار هيمشي كده، بعد كده هيتوزع هنا وهنا، وبعد كده يمشي كده، وبعد كده هيتجمع هنا تاني، وبالتالي المقاومة دي والمقاومة دي مش هيمشي فيهم تيار، وبالتالي المقاومتين دول مش معانا، مش متصلين بالدائرة، مفيش مسار مغلق. انت عندك ده وده، يعني ما بين النقطة دي احط كده موجب سالب، هتلاقي ان المسار المغلق بتاعك اهو، ده مسار مغلق اهو، هتاخد المقاومة المكافئة ما بين النقطتين دول، هتلاقي ان انت عندك بقى في دائرة مغلقة، ده وده بره الدائرة المغلقة.
المهم يبقى انت عندك ادي النقطة ايه، من الايه للنقطة دي سماها سي، بعد كده النقطة دي هنسميها دي، لا في دي ودي سي، سمي دي اكس مثلا خلاص، اكس ودي واي. وبالتالي هتبص تلاقي ايه، احنا بنقول ان التيار هيجي هنا ويتوزع هنا وهنا، بعد كده التيار اللي ماشي هنا مش هيمشي هنا، التيار اللي ماشي هنا كله هينزل تحت، وبالتالي المقاومة دي والمقاومة دي هيبقوا على التوالي. شيل المقاومة دي كده وشيل المقاومة دي، وتعالى نرسم الدايرة عشان تفهم. عندنا ادي النقطة ايه، وادي النقطة اكس اللي احنا قلنا عليها، ادي 10 اوم. بعد كده في عندك ادي المقاومة 10 اوم، قلنا ان المقاومة اللي في الناحية دي مش هيمر فيها تيار فهنشيلها، وادي 10 اوم، وهنا في 10 اوم، وقلنا ان المقاومة دي مش هيمر فيها تيار هنشيلها، وادي 10 اوم، وبعد كده المقاومة دي 10 اوم، وادي دي. هتبص تلاقي ان خلاص التيار اللي ماشي هنا هو نفسه ده، او المقاومتين دول توالي، يبقى 20 اوم، نفس الفكرة 20 اوم. وبالتالي انت عندك ما بين الاكس والواي في 20 على التوازي مع 20 هيديك 10 اوم، وبالتالي ما بين الاي والاكس في 10، ما بين الاكس والواي في 10، ما بين الواي والدي في 10، 10 و10 و10 هيديك 30 اوم. اعتقد ان انت استوعبت الفكرة. 126 بيقول لك هنا احسب المقاومة المكافئة في الشكل المقابل. طبعا لو انت ركزت كده هتلاقي النسبة بين المقاومة دي ودي تساوي النسبة بين المقاومة دي ودي، او النسبة بين المقاومة دي ودي تساوي النسبة بين المقاومة دي ودي. طبعا احنا عارفين ان في الحالة دي فرق الجهد هنا هيبقى بصفر، وبالتالي المقاومة دي هتتلغي لان مش هيمر فيها تيار. يبقى تاني لو احنا عندنا مقاومتين ار 1 ار 2 ار 3 ار 4، فانت عندك لو النسبة بين دي ودي ار 1 على ار 3 بتساوي ار 2 على ار 4، النسبة بين دي ودي بتساوي النسبة بين دي ودي، فانت عندك فرق الجهد هنا هيبقى بزيرو، الفي بتساوي زيرو، واحنا عارفين الفي بتساوي الاي في الار، وبالتالي الفي بتساوي زيرو والار له قيمة، يبقى الاي هيساوي زيرو، وبالتالي التيار اللي ماشي هنا بزيرو، يعني المقاومة دي ملهاش تأثير، كأن ده نقطة واحدة. تمام كده، وبالتالي المقاومتين دول هيبقوا على التوازي والمقاومتين دول على التوازي. طبعا ار 1 على ار 3 ده على ده بتساوي ده على ده، او ده على ده بتساوي ده على ده، لان ده على ده بتساوي ده على ده برضه. المهم يبقى احنا عندنا دلوقتي فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي هيبقى بصفر، يعني النقطه دي والنقطه دي نقطه واحده، وبالتالي ده كانه سلك. وبالتالي عندك المقاومه دي والمقاومه دي توازي، 6 على التوازي مع 6 هيديك 3 اوم. المقاومه المكافئه لدول هتبقى توالي مع المقاومة المكافئة لدول، اللي هي 6 على التوازي مع 6 برضو، يبقى 3 زائد 3 هيديك 6 اهو. نفس الفكرة في الشكل المقابل، إذا كانت المقاومة المكافئة للدائرة 2 فإن المقاومة المكافئة للدائرة 2 أوم، فإن قيمة المقاومة R تكون، طبعا دي سهلة برضو، أنت عندك النقطة دي هنسميها X والنقطة دي هنسميها Y، ونسمي النقطة دي إيه، أو مش مستحلى مش مستاهلة نسميها. ركز كده معايا، أنت عندك الشكل ده والشكل ده اللي فوق ده شبه بعض، أنت عندك ادي مقاومة ار وادي مقاومة ار، وبعد كده المقاومة اللي في النص، وادي ده وده، النسبة بين المقاومة دي والمقاومة دي بتساوي النسبة بين المقاومة دي والمقاومة دي، ار على ار هيديك 1 وار على ار هيديك 1، وبالتالي فرق الجهد ما بين النقطتين دول بصفر، او ده كأنه سلك. وبالتالي المقاومة دي والمقاومة دي توازي مع بعض، ار على التوازي مع الار هيديك نص ار، المقاومة دي والمقاومة دي هيديك نص ار برضو، وبعد كده المقاومة المكافئة لدول توالي مع المقاومة المكافئة لدول، نص ونص هيديك 1، وبالتالي المقاومة ما بين النقطة دي والنقطة دي للخمس مقاومات اللي فوق دول بتساوي أقل. بعد كده تعال نحطها، يبقى احنا شلنا الخمس مقاومات دول وحطينا مكانهم R، وعندك المقاومة اللي تحت دي ب R. بيقول لك هنا إن المقاومة الكلية للدايرة ب 2 أو، المقاومة
قوام الكليه للدائره عباره عن ار على التوازي مع الار اللي هي ار على الاثنين، وبالتالي ار بتساوي 2 في 2 ب 4 اهو. سؤال 128 بيقول لك في الشكل المقابل اي من العبارات الاتيه يعبر عن قيمه المقاومه المكافئه بطريقه صحيحه. قيمه المقاومه المكافئه، طيب هو هنا جايب لك اكتر من حاجه. بيقول لك هنا بين البي والدي بتكون ار، ادي البي وادي الدي، بين البي والدي بتكون ار ولا لا؟ طبعا ما بين البي والدي هتبص تلاقي ان المقاومه دي والمقاومه دي والمقاومه دي توازي لانهم ما بين نفس النقطتين، وبالتالي ار وار ب 2 ار على التوازي مع 2 ار على التوازي مع الار. 2 ار على التوازي مع ال 2 ار هيديك ار، ار على التوازي مع الار هيديك ار على الاثنين، وبالتالي ده غلط. بين البي والدي تكون ار على الاثنين صح. طبعا لو انت كملت البي هتلاقي غلط. ما بين الاي والدي تكون ار، ادي النقطه ايه وادي النقطه دي، ما بين النقطتين دول هل هتكون ار ولا لا؟ طبعا عشان تجيبها ما بين النقطتين دول هتبص تلاقي كانك بتحط البطاريه ما بين هنا بالظبط. عندك المقاومتين دول الحمد لله الحمد لله، المقاومتين دول توالي 2 ار، وال 2 ار دي على التوازي مع المقاومه دي اللي هي ار. بعد كده هتشيل الثلاث مقاومات دول وتحط مكانهم المقاومه المكافئه اللي هي هتبقى ما بين الدي والبي، ما بين الدي والبي توالي مع ما بين البي والاي، وبعد كده المقاومه المكافئه دول هتبقى توازي مع الار، عمرها ما تطلع ار. ما بين الاي والسي ادي الاي والسي ما بين النقطتين دول، طبعا هتلغي المقاومه اللي في النص لان هيبقى النسبه من دول بتساوي النسبه من دول، وتلغي المقاومه دي يعني تحط مكانها سلك، فهيطلع معاك ار على التوازي مع الار بنص ار، وده نص ار فهتديك ار برضو. اعتقد ان مفيهاش اي مشكله. نخلص بقى شويه المسائل اللي فاضلين دول عشان نبقى خلصنا المحاضره دي. تغيير قيمه المقاومات بتغيير اماكن التوصيل. سلك مستقيم مقاومته ار تم ثانيه ليصبح على شكل دائره، وتم توصيل طرفي قطره بمصدر تيار، فإن المقاومة الكلية في هذه الحالة تكون. طبعا سؤال زي ده بيتكرر كتير. انت عندك بيقول لك سلك، ادي السلك ده طوله L والمقاومة بتاعته R. السلك ده بيقول لك تم ثانيه ليصبح على شكل دائرة، خدت السلك ده اللي هو طوله L وعملته كده. طبعا وبيقول لك هنا وتم توصيل طرفي قطره، ادي الطرفين قطر همت وصلت من عند النص. طبعا ده نص ايه؟ نص الطول وده نص الطول، لان ده نص محيط الدائره وده نص محيط الدائره. مقاومه الكليه بار، وانت عارف ان الار بيتناسب مع ال، وبالتالي ده نص الطول فهيبقى نص المقاومه وده نص المقاومه. المقاومه المكافئه بين النقطه دي والنقطه دي عباره عن ايه؟ المقاومه دي والمقاومه دي على التوازي، وبالتالي نص ار توازي مع نص ار هيبقى نص ار على الاثنين اللي هي ربع ار بس. وبالتالي لو انت عندك سلك مقاومته ار وعملته على شكل دايره ووصلت ما بين قطري فيها، فالمقاومه المكافئه هتبقى ار على 4 على طول. هديك مثال عليها، يبقى ده ار على 4. تم تشكيل سلك منتظم المقطع مقاومته 48 اوم على هيئه حلقه مغلقه، ثم وصلت بطاريه بين طرفي قطرها كما بالشكل، كان المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B احنا لسه قايلين دلوقتي هتبقى R على الأربعة، وبالتالي 48 على الأربعة هيساوي 1/2. اديك نفس الفكرة، سلك مستقيم تم لفه على شكل حلقة كما بالشكل، إذا كان فرق الجهد بين طرفي الحلقة المعدنية فرق الجهد ما بين النقطتين دول بتساوي 4 باي فولت، فإن مقاومة السلك، طبعا هو هنا عايز مقاومة السلك، لاحظ هنا بيقول لك سلك مستقيم تم لفه على شكل حلقة. احنا لسه قايلين دلوقتي ان لو انت عندك سلك المقاومة بتاعته ار وعملته على هيئة حلقة، فانت عندك النص ده المقاومة بتاعته تبقى نص ار، والنص ده يبقى المقاومة بتاعته نص ار. فركز في الحتة دي، هو عاوز مقاومة السلك اللي هي الار. طيب انت عندك هنا بيقول لك فرق الجهد ما بين النقطة A و B ب 4 باي، يبقى ال V E B E B سمول او كابيتال مش عارف بتساوي 4 باي فولت. وعندك التيار اللي ماشي هنا ب 1 امبير، طبعا انت عارف ان الفي بيساوي ايه؟ الاي في الار،
والاي هنا بواحد امبير، وبالتالي قيمة المقاومة بتاعت نص الحلقة ده اللي هي الار بتساوي الفي اي بي اللي هي 4 باي على الواحد امبير هيديك 4 باي او. طبعا احنا لسه قايلين ان ده نص السلك، وبالتالي مقاومة السلك كله هتبقى 2 في نص ار او 2 في المقاومة بتاعت الجزء ده، يبقى 2 ار بيساوي 8 باي او. سلك مستقيم مقاومته ار قطع من منتصفه ثم وصلها النصفين معا على التوازي تكون المقاومة المكافئة. طبعا ده سؤال سهل، انت عندك ادي سلك اهو شبه دي، هتيجي من النص وتقطعه، ده المقاومة الكلية بار، فده هيبقى ار على الاتنين وده ار على الاتنين. بيقول لك هنا قطعته من منتصفه وصلت النصفين معا على التوازي، انت عندك هنا ار على الاتنين وار على الاتنين على التوازي، فالمقاومة المكافئة تبقى ار على الاربعة برضه. سلك مستقيم مقاومته ار قطع على سداس قطع متساوية ثم وضعت هذه الأقسام متوازية، نفس الفكرة بس هنا قطعته ثلاث حاجات، فأنت عندك هنا ار على التلاتة ار على التلاتة ار على التلاتة، لما توصلهم التلاتة على التوازي المقاومة المكافئة هتبقى ار على التلاتة على عددهم اللي هم تلاتة تديك ار على التسعة، وبالتالي القانون العام اللي عندك لو انت عندك سلك قطعته لان جزء وحطيتهم على التوازي فالمقاومة المكافئة هتبقى ار على ان تربيع، فانت عندك هنا سلك مقاومته ار قطعته لجزئين اللي يبقى يعني الان باتنين، فالمقاومة المكافئة لما توصلهم على التوازي مع بعض هتبقى ار على الايه؟ ار على اتنين تربيع اللي هي ار على الاربعة. هنا قطعته لتلات اجزاء هتبقى تلاتة تربيع اللي هي تسعة، وهكذا. مش عايزك تحفظها، عايزك تفهمها. 134 في الشكل المقابل إذا تم توصيل النقطتين A و B في دائرة كهربية تكون المقاومة المكافئة للمجموعة 9 أو، وإذا تم توصيل الطرفين B و C تكون المقاومة، طبعا لو أنت وصلت النقطتين دول ببطارية المقاومة المكافئة تبقى ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هي كام؟ عندك 3 R تحت وفوق R و 2 R ب 3 R برضه، وبالتالي 3 R على التوازي مع 3 R هيديك إيه؟ 3 R على الاتنين بتساوي كام؟ تساوي 9 و. بعد كده بيقول لك اذا تم توصيل الطرفين C و B، ادي النقطة C وادي النقطة B اللي هو ما بين النقطتين دول، المقاومة المكافئة تبقى ما بين هنا ادي عندك 2 R على التوازي مع 4 R لان دول هيبقوا على التوالي، وبالتالي 2 R توازي مع 4 R، 2 على التوازي مع الاربعة فيها كام؟ 2 في 4 2 في 4 ب 8 زائد 6 على 6 8 على 6 اللي هي 4 على 3، وبالتالي 4 على 3 R هتساوي. نعمل دي ازاي؟ بسيطة، انت عندك هنا بنقول 3 على 2 R بتساوي 9، وبالتالي R بتساوي 9 في 2 او على طول 3 في 1 على 3 في 3، يبقى ال R بتساوي 3 في 2 بايه؟ ب 6 O. نيجي بعد كده هنا 4 على 3 في 6 على 3 في 1 على 3 في 2 هيطلع معاك ايه؟ 8 O. سؤال 135 نفس الفكرة، ثلاثة مقاومات قيمة كل منها 2 أوم موصلة كما بالرسم، عند توصيل البي والكيو بمصدر تيار كهربي فإن المقاومة الكلية هتبقى ما بين البي والكيو 2 و 2 ب 4 على التوازي مع 2 هيطلع معاك 8 على 4 سوري 4 في 2 ب 8 على 6 8 على 6 اللي هي 4 على 3 4 على 3 اللي هي 1.3 من 10. 136 ثلاثة مقاومات مقاومة أحدهما 5 أوم اللي هي دي، والمقاومات الأخريات قيمتها R، إذا كانت المقاومة بين الواي والزد المقاومة بين الواي والزد اللي هما بين النقطة دي والنقطة دي تساوي 2.5 أوم، والمقاومة فإن المقاومة بين الإكس والواي، طبعا دي سهلة نفس اللي احنا لسه قايلين عليها، المقاومة بين الواي والزد، ما بين الواي والزد في عندك المقاومة دي بخمسة، وطبعا ده مش هيبقى متصل فالتيار بتاعك هيطلع كده ويمشي كده عادي، الجزء ده مش متصل بأي حاجة، وبالتالي المقاومة المكافئة تبقى 5 على التوازي مع R
و R اللي هم 2 R يبقى 5 التوازي مع 2 R دي بيقول لك بكام؟ باتنين ونص أو. هنجيب قيمة ال R من هنا، انت عندك 5 على التوازي مع 2 R هتبقى 5 في 2 R على 5 زائد 5 زائد 2 R بتساوي 2 ونص. نيجي بعد كده على 2 ونص فيها الواحد، على 2 ونص فيها الاثنين، طرفين في وسطين، ده في واحد هيديك 5 زائد 2 R بتساوي 2 في 2 ب 4 R. هنجيب ده هنا بالسالب، 4 ناقص 2 ب 2 يبقى 2 R بتساوي 5، يبقى ال R بتساوي 2 ونص. يبقى انت عندك قيمة ال R ب 2 ونص. نيجي بعد كده المقاومة بين الاكس والواي، المقاومة بين ادي الواي وادي الاكس، هتلاقي ان انت عندك المقاومة دي اللي هي 2.5 اوم، وطبعا ده مش هيبقى متصل، فالمقاومتين دول هيبقوا توالي 2.5 و 5 ب 7.5 على التوازي مع ال 2.5 هيطلع معاك 1.875 من 1000. 137 أمامك أربعة مقاومات متصلة كما بالرسم، فإن أكبر قيمة مقاومة مكافأة عند توصيل النقطتين. عايزين أكبر قيمة، قيمة مقاومة مكافأة. طيب أنت طبعا لما توصل أي نقطتين مع بعض هتلاقي إن في مقاومة على التوازي مع مقاومات تانية. لو إحنا عندنا نفس ال، مش عارف أجيبها لك إزاي، أوصل لك الفكرة إزاي. احنا قلنا المعلومة دي مهمة، حاول تركز فيها. احنا قلنا لو احنا عندنا اكتر من مقاومة متصلين على التوازي، ال R1 وال R2، فانت عندك المقاومة المكافأة R1 على التوازي مع ال R2 بتكون اقل من اقل واحدة من الاتنين دول. يعني ال R1 على التوازي مع ال R2 بتساوي R1 R2 على R1 زائد R2. طيب كل ما تقلل إحدى قيمة إحدى المقاومات، يعني أنت لو ال R2 قلت بغض النظر هي الكبيرة ولا الصغيرة، لو ال R2 قلت إيه اللي هيحصل للمقاومة المكافأة؟ لما ال R2 تقل هتقل البسط، هيقل والمقام هيقل، ولكن النقص في البسط هيبقى أكبر من النقص في المقام. بمعنى لو ال R2 قلت للنصف فالبسط هيقل للنصف. يعني أنت لو أنت عندك هنا 2 مضروب في 4، الأربعة دي بقت 2، يعني هنا البسط قل للنصف، كانت 8 هيبقى 4، ولكن لو ده قل للنصف المقام مش بيقل للنصف. عندك هنا 2 زائد 4 بقى 2 زائد 2، 2 زائد 4 ب 6، 2 زائد 2 ب 4، ده ما قلش للنصف، وبالتالي مقدار النقص في في البسط بيبقى أكبر من النقص في المقام، وبالتالي المقاومة الكلية هتقل. يبقى أنت هنا لو أنت عندك مقاومتين متوصلين على التوازي قيمة إحداهما قلت، فالمقاومة الكلية هتإيه؟ المقاومة الكلية تقل، وطبعا العكس صحيح، لو قيمة إحداهما زادت المقاومة الكلية هتزيد. وبالتالي لو أنت عندك شوية مقاومات وعاوز توصلهم على التوازي نفس المقاومات بحيث إن أنت تخلي المقاومة المكافأة أكبر ما يمكن، فأنت هتحاول إيه؟ تكبر القيم بتاعتهم. كل ما القيم بتاعتهم تكبر كل ما إيه؟ او يعني كل ما الار واحد في الار اتنين تزيد، معنى كده ايه؟ معنى كده ان المقاومة المكافأة هتكون اكبر. هتفهمها دلوقتي. احنا هنا لو احنا وصلنا ما بين النقطة بي والنقطة كيو، فانت عندك المقاومة دي اللي هي واحد هتبقى على التوازي مع المقاومات اللي تحت، وبالتالي المقاومة المكافأة هتبقى اقل من الايه؟ اقل من واحد. لو انت وصلت ما بين النقطة دي والنقطة دي المقاومة المكافأة هتبقى اقل من الاتنين، ما بين الاثنين دول المقاومة المكافأة هتبقى أقل من التلاتة، ما بين النقطتين دول المقاومة المكافأة هتبقى أقل من الأربعة، صح؟ ولكن في حالة التوصيل مع المقاومة دي هتبص تلاقي إن أنت عندك أربعة على التوازي مع الكام؟ واحد واتنين وتلاتة، اللي هي واحد واتنين تلاتة، تلاتة وتلاتة بكام؟ بستة. اضرب كده الأربعة في ستة هيديك 24. عندك هنا في حالة التوصيل ما بين هنا تلاتة، أربعة واحد خمسة، خمسة واتنين خمسة
واتنين سبعة، سبعة في تلاتة هيديك 21، والباقي برضو نفس الفكرة هيبقى أقل. وإحنا لسه قايلين دلوقتي إن أنت هنا إيه، لو الرقمين دول حصل ضربهم كبير فمعنى كده إن المقاومة المكافأة هتبقى كبيرة، وبالتالي لما بتوصل ما بين النقطتين دول المقاومة المكافأة بتاعتك أقل من الأربعة، ولكنها هتكون إيه؟ هتكون أكبر حاجة. ليه؟ لأن ما بين النقطتين دول هتلاقي إن الأربعة في الباقي دول في المقاومات اللي على التوازي، لأنك كنت بتجيب على التوازي هتقول أربعة في واحد واتنين بتلاتة، تلاتة في تلاتة وتلاتة ستة، على أربعة زائد ستة، فتلاقي المقاومة هنا بكام؟ أربعة في ستة بأربعة وعشرين على العشرة هيطلع معاك 2.4. ده هتكون أكبر مقاومة. زي ما قلت لك أنت ممكن تحس إن الإيه، إن أنا قلت كلام كتير في السؤال ده، يعني واحد هيقول لك طب ما أنا كنت أجيب إيه؟ أجيب المقاومة المكافأة في كل الحالات. أنت في الامتحان بتحتاج الدقيقة، فأنت افهم الفكرة عشان إيه؟ عشان بعد كده تقدر تتعامل على طول. لو أنت جربت تجيب مثلا المقاومة المكافأة من هنا 3 على التوازي مع 7، هتبقى 3 في 7 3 على التوازي مع 7 هتلاقيها 21، 3 في 7 على ال10 وهكذا. واحد هيقول لي طب برضو ليه بتقول ان كل ما حاصل ضرب الرقمين يزيد كل ما المقاومة هتزيد؟ لان انت في كل الاحوال لما بتيجي تحت انت بتجمع المقاومة دي زائد المقاومات كلها، وبالتالي المقاومة في كل الحالات متساوي. فانت هنا هتبقى 4 زائد الايه، زائد الستة هيديك 10، في الحالة دي 3 زائد السبعة هيديك 10، في الحالة دي 2 زائد التمانية هيديك 10، وبالتالي المقام ثابت. اللي بيتغير بس البسط. فانت هنا كل ما حصل ضرب المقاومة في المقاومة اللي معاها التوازي يزيد كل ما المقاومة الكلية هتزيد. اعتقد ان الفكرة وصلت. لو انت عندك اي مشكلة فيه برضو بقول. يبقى انت عندك اكبر مقاومة تبقى بين الاس والبي. 138 لديك 6 مقاومات متساوية كل واحدة فيهم R، تم توصيلهم كما بالرسم المقابل للحصول على أكبر مقاومة مكافأة يتم توصيل المصدر بالنقطتين. نفس الفكرة، أنت عندك عاوز توصل المصدر بأنهي نقطتين عشان تحصل على أكبر مقاومة مكافأة. احنا قلنا لما بنوصل على التوازي المقاومة دي هتبقى على التوازي مع المقاومة المكافأة لدول، فأنت قيمة المقاومة المكافأة بتكون أقل من إيه؟ من أقل واحدة. فانت لو بصيت كده المقاومة دي بآر، والمقاومة المكافأة الاتنين دول هتبقى بكام؟ عندك هنا ار على التلاتة وهنا ار على الاتنين، فالمقاومة المكافأة هتبقى أقل من مجموع الاتنين دول، ار على التلاتة زائد ار على الاتنين ده نص ار وده تلت ار، هتبقى أقل من ايه؟ من الواحد برضه. طيب لو انت وصلت ما بين هنا وهنا المقاومة المكافأة هتبقى أقل من R على الاتنين بس، لو أنت وصلت ما بين هنا وهنا المقاومة المكافأة هتبقى أقل من R على التلاتة. هتلاحظ هنا إن المقاومة أكبر مقاومة هتكون ما بين النقطة دي والنقطة دي. ليه؟ لأن المقاومة دي والمقاومة اللي معاها التوازي هيكونوا حاصل ضربهم أكبر حاجة، واحد وهنا R على التلاتة زائد R على الاتنين تلت زائد 5/6، ده في ده هيديك 5/6. لكن لو انت بصيت مثلا ما بين النقطة دي والنقطة دي هتلاقي ان انت عندك واحد وتلت في نص، واحد وتلت في نص هيطلع معاك 2/3. طبعا 5/6 اكبر من 2/3. نفس الفكرة لو انت وصلت ما بين هنا تبقى تلت في 1.5 هيطلع معاك نص. فهمت الفكرة؟ أعتقد أنت استوعبت الموضوع خلاص. يبقى المقاومة المكافأة تبقى بين البي والكيو. مية تسعة وتلاتين ثلاثة مقاومات قيمة كل منها 2 أوم تم توصيلهم بشكل مثلث، فإن قيمة المقاومة المكافأة عند توصيل المصدر بين طرفي إحداها تكون هو نفس السؤال، هيطلع معاك واحد وتلت، طبعا واحد وتلت اللي هي 4/3.